أحسن الله إليكم. وهؤلاء مجموعة يقولون نحن جماعة من الصم والبكم، لا نتكلم ولا نسمع، نرجو إفادتنا عن كيفية الصلاة جماعة، وهل يأمنا واحد من الصم وكيفية ذلك، أم نصلي فرادا علما بأننا جميعا من الصم والبكم؟ وكيف تسمعوني وأنتم صم بكم؟ كيف تسمعون جوابي؟ في مترجم إيه، أعد السؤال. نحن جماعة من الصم والبكم، لا نتكلم ولا نسمع، نرجو إفادتنا عن كيفية الصلاة جماعة، هل يأمنا واحد من الصم وكيفية ذلك، أم نصلي فرادا؟ يأمكم واحد، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فيأمكم واحد، إما واحد سليم يقرأ ويتكلم، أو يأمكم واحد منكم، بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تتركوا صلاة الجماعة.